خيانة مشروعة والنهاية مفاجأة. هلا والله بكم متابعينا من كل مكان، أهلا وسهلا فيكم ومرحبا في فيديو جديد في قناة شريك حياتي. أتمنى من الله أموركم تكون لها زين وتكون صحتكم على أحسن الحال. اليوم معنا قصة كتير كتير راح تعجبكم، ولكن قبل أن نبدأ بهاي القصة أدعوكم بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات مشان يصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. قصتنا اليوم عن زوج كان كتير يحب زوجته وكان يعيش معاها قصة حب كبيرة قبل الزواج، صارت يمكن 3 سنين لبين ما تمت الخطبة، وبعدها بأقل من عام اتزوجوا. كانوا يعيشون مع بعض يعني أجمل أيام حياتهم. كان الزوج يخرج كل يوم هو والزوجة مشان يغيرون جو ويتمتعوا ويحسوا يعني بالسعادة، عايشين حياتهم. ممكن يسافروا لأماكن بعيدة بس لمجرد التغيير وإن هم يتمتعوا ويرجعوا للبيت مرة تانية. كانوا ظلوا على هذا الوضع إن هم يتحركوا بحرية، إن ما في لا في ولاد ولا في شي مشان إيش يعطلهم. يمكن قرابة عام وهم على هاي الوتيرة من طريقة الحياة ماشيين بيها. بعد فترة الزوج حس إن هو يعني إن زوجته ما عاد تحبه مثل البداية، وإن هو في شي صاير ومغير زوجته معاه، فكان بيناقش الأمر هاد مع رفيقه. فرفيقه اقترح عليه فكرة شيطانية، يعني فكرة ما تيجي على راس حدا، ان هو مشان تتأكد من حب واخلاص زوجتك زين، خلي حدا يحكي معاها وتشوف شو حكيها، يعني خلي حدا يحاول يتعرف عليها يحاول يستدرجها وانت شوفها. اذا استجابت لي يبقى هي ما بتحبك، لو ما استجابت وتمسكت بموقفها يبقى هي عم تحبك وانت بس كل هذا اللي براسك مجرد هواجس يعني. طبعا الصديق قال له ان انت راح تخليه يساوي هاي الشغلة مع زوجتك لابد ان انت تكون واثق فيه زين مشان ما يستغل الموقف. راح الزوج حكى ايه، قال له ان اللي راح يقوم بهاي الشغلة هو انت. فرفيقه قال له لا، رفض الموضوع، قال له انا ما بساوي هيك شغلات، وبعدين انت ليش تفوتني ما بينك وما بين زوجتك، شوف لك حدا تاني غيري يساوي لك هاي الشغلة وتكون انت واثق فيه وعارف ان هو ما راح ايه يخونك. ضل يحكي معاه ويقنعه ان ما في حدا راح يقوم بهاي الشغلة غيرك انت. استجاب الصديق طبعا لحكي الزوج واصراره ان انت اللي راح تحكي مع زوجتي وانت اللي راح تحاول توقعها ونشوف شو رد ايش فعلها. بدأ الصديق ان هو ينفذ الخطة وبدأ يحكي معاها وبدأ يتقرب منها مشان يشوفوا شو رد فعلها. الزوجة في البداية كانت يعني متمسكة بموقفها ان هي بترفض الحكي، بترفض التقرب، بترفض اي شيء ماشي. هاد في البداية، بعدها بلشت تتقبل العلاقة. في يوم من الايام الزوج كان راجع في شغله من شغله زين، فدق على صديقه بيسأله شو الوضع، قال له ايه، لا والله هي متمسكة بموقفها، ما بتحكي معي وما بتعطيني يعني حكي حلو، موقفها مو حلو. طب انت فين يا رفيقي؟ قال له انا في مكان هيك مشوار وراجع تاني.
فهو كان راجع في ميعاد غير ميعاد شغله، رجع على البيت. لما رجع البيت لقى الصدمة الكبيرة، اللي هي شو بقى؟ ان رفيقه اللي قال له انا في مشوار موجود في بيته ومع زوجته على الفراش. الزوج ما عاد في يفتح تمه بكلمة، انصدم وقال لرفيقه هاي هي الثقة اللي انا اعطيتك اياها، انا طلبت منك انك بس يعني تشوفها راح تحكي معك ولا لا، وقلت لي لا ما بتحكي، طلعت ان انت معاها بالفراش. لما عرفت الزوجة بهذا الاتفاق اللي ما بينه وما بينها، ما بينه وما بين بعض، طلبت منه ان هو اللي انه يطلقها، وقالت له شوف المفاجأة بقى، رفيقك لم يعني ما لمسني ابدا، ونحن ما كنا بالفراش سوا، انا فت على الفراش معاه قبل انت ما تيجي بدقايق. زين ليش؟ مشان بفرجيك نتيجة خطتك معه، هو اعترف لي بكل شيء، وانا قلت له ان انا راح دوقك من الكاس اللي كان بدك انك تدوقه، ورفيقك ما قرب مني، لكن انت ليش تساوي معايا هاي الشغلة؟ وانا بحبك وما قصرت معاك بنوب. قال لها انا كان بدي ان انا يعني اتأكد من حبي الك، وكان بدي اتأكد ان انتي ما بتخونيني. قالت له بس مو بهاي الطريقة، مو بهاي الطريقة، تدخل طرف ثالث ما بيني وما بينه عشان تعرف بهاي الشغلة. عامة انا ما عاد بدي اكمل معاك، ولا عاد فيني اثق فيك مرة ثانية، ولا عاد احبك. زين فما راح اكمل معاك، وراح اتنازل لك عن كل شيء مقابل انك تطلقني. طبعا هو مع اصرارها وان هي ما عادت تحبه، ما عاد بدها هي، ونزل من ناظرها. زين والقصة انقلبت، يعني هو اللي كان بده يتأكد من حبها، هي اللي اتأكدت ان هو شخص شكاك ما بيحبها، بالعكس عم يشك فيها. اصرارها ان هي تتطلق استجاب ليها وطلقها، وكل واحد منهم راح في اتجاه في الحياة مشان يشوف حدا تاني يكمل معاه حياته، وحدا يثق فيه، حدا يثق فيه. مشكلة هذا الزوج ان هو استجاب للشيطان، فقد ثقته في زوجته، وفقد ثقته في ان هي عم تحبه، وصار يفكر ان هي عم تخونه، وفكر هذا التفكير واستجاب لفكرة رفيقه اللي خربت له بيته. وفي النهاية كان شو الوضع؟ ان هو انخرب بيته، تركته اللي كانت بتحبه مشان ورا حكي رفيقه السوق. العظة اللي احنا بنستفيدها من هاي القصة ان ننتبه مو كل نصيحة تكون لمصلحتك، لابد ان انت حتى النصيحة اللي بتسمعها من الناس تقيمها وتشوفها هي فعلا نصيحة مناسبة لك، ولا هاي النصيحة ممكن يجي من وراها خراب بيت. لهيك انتبهوا منيح وفكروا في كل شيء، وما تكون ماشي هيك ورا رفيقك، اوزن الحكي اللي عم يصير لتعرف مصلحتك. اذا كان ايه في مصلحتك خليك معاه، اذا ما في مصلحتك لا تخليك معاه، طلع على راحتك ومصلحتك وبس. وبهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى من الله يستركم جميعا ويحقق لكم كل امانيكم. فقبل أن تغادرون الفيديو لا تنسون أن تتركوا لي بصمتكم الجميلة، لايك للفيديو، والاشتراك بالقناة، وتفعيل جرس الإشعارات مشان يصلك كل فيديو جديد من قناة شريك حياتي. تمنياتي لكم بقضاء يوم سعيد إن شاء الله.